السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12968 حالة مؤكدة، في حين يزداد عدد المتماثلين للشفاء يوما بعد يوم، حيث بلغ 9200 وحالتين اثنتين من بينها 136 حالة تماثلت للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما سجلت أمس 7 وفيات ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 892 حالة رحمهم الله. ولأن الوضعية الصحية ببلادنا مقلقة جدا، يوصي أطباء مستشفى مصطفى باشا بضرورة التقيد التام بالتدابير الوقائية وسط تخوفهم من عدم استيعاب الحالات إذا ما تطورت الحالة الوبائية أكثر. أحلام قلمامية. وسط الارتفاع القياسي لعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، هذا هو حال العديد من المواطنين هذه الأيام، وهذا راجع إلى انعدام الوعي والمسؤولية في احترام إجراءات الوقاية. فهل نستطيع الجزم بأن الوضعية الوبائية بالجزائر أصبحت مقلقة؟ الأعداد تاع المرضى راهي تتكبر تكثر، بصح باش نقولوا ما نتقلقوش، يلزم نتقلقوا باش نحبسوا الوباء، نتلقوا نزيدوا نكثروا علينا، ولا نبداو نتقلقوا الشعب كامل هكذا ما راحش تدي النتيجه. مي يلزم نكونوا واعيين. في هذه الايامات الاخيره كاين اكتظاظ، كان اقل في الايام تاع رمضان، والان نشوفوا بالاكتظاظ كثر. الرهان الأكبر اليوم يبنى على مدى وعي المواطن ووقوفه بمسؤولية في ظل عدم احترام الكثيرين للإجراءات الوقائية. هنا بوادر الإشارات الحمراء بدأت تلوح في الأفق بمستشفيات ممتلئة. لو كان يجوا يشوفوا الحالات اللي رانا كل يوم يجونا لهنا في لا كونسلتاسيون، يفون فريمون يكروي افوار بور. رانا في حاله سي C'est les cas qui, à chaque fois, chaque jour, en a plus que les chefs من قبل. Donc, s'il vous plaît, احترموا le port de la bavette, c'est très très important. بين فئة ملتزمة بقواعد السلامة الوقائية الصحيحة وأخرى مستهترة بالوضع، تذكر دائما أنك قد تكون سببا في وفاة أرواح بريئة.